سميتي نادين المنور، سن 20 سنة من المغرب، وعندي ماسترز بأوديتين. بديت كنغني وانا صغيرة، يعني كان في عمري 6 سنين، وكنت كنغني في أنشطة مدرسية، وعائلتي هما اللي اكتشفوني. كنوصف راسي بمحارب لأنني كنتخطى الحواجز، كنتحدى نفسي، وكنتشبت بأهدافي في الحياة. كنحس اللي كيميزني على غير المواهب هو أنني كنغني من أعماق قلبي وبكل إحساس. كنحس بلي أهم محطة فنية في حياتي لحد الآن هي الصفحة ديالي بيوتيوب والمتتبعين اللي فيها والمشاهدات اللي حقت ليا. سابقا كنت متردد لدخول المسابقات الغنائيه، لكن حاليا كنحس براسي جاهزه وعارفه طريقي. انا انسانه كتحب المنافسه بزاف، وكنقول للناس اللي كينافسوني انا جاهزه للتحدي.